السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الدارسين في مادة الاقتصاد الكلي. نحن إن شاء الله اليوم في المحاضرة الأخيرة، سنحاول اليوم إن شاء الله أن نقف على وحدتين، وحدة النقود والبنوك ووحدة التضخم. طبعا خلونا نعطيك كذا خلفية تاريخية في البداية عن النقود وكيف تشكلت. في الحقيقة يعني كان الناس في البداية يتكاملون، كانوا عايشين في أسرة واحدة، آدم وأولاده، ويخرجون يعني يصيدون سويا ويأكلون سويا ويعيشون سويا. بعدين لما توسعت الذراري أصبح كل أسرة مستقلة بنفسها، فحدث نوع من التوزع والافتراق، وحدث نوع من التخصص. فواحد كان مهتم بالراعي والثاني مهتم بالزراعة وثالث مهتم بقضية صناعة الملابس مثلا والنسيج وهذه الأشياء. فالله سبحانه وتعالى فطر الناس على غريزة حب الملكية، أنه أنا أتملك، يعني وهذا الملكية هو جزء من غريزة البقاء، لأن الملكية هي هدفها، مش الهدف الجذري لها هو البقاء، غريزة البقاء أنك تتملك مال حتى يساعدك على البقاء. فكان الناس يجتمعوا ويتبادلون هذه المنافع، خذ لك شوية حبوب وأنا أخذ منك مثلا الخراف أو الماشية أو كبش أو من هذا القبيل، والثالث يبادلنا كذلك بالملابس أو الصوف الذي ينسجه مثلا أو يجهزه كملابس. فاستمر ما يسمى باقتصاد المقايضة، تعطيني كبش يعطيك مثلا 10 كيلو من الحبوب و20 كيلو، وهكذا استمر الناس فترة طويلة يتعاملون باقتصاد المقايضة. لكن اكتشفوا أن هذا الاقتصاد وهذه الوسيلة للتبادل المنافع بين الناس مرهقة، مثقلة، متلفة. أحيانا أتي بالحبوب، تعرض لمطر، تعرض لنهب، تعرض لسرقة، تعرض. فبدأ الناس يفكروا بوسائل للتبادل. فكان من الأشياء التي ابتكروها قديما الصدف، هذه الصدفة الموجودة في البحر، فيها شيء من الندرة وحاجة كذا تلمع وتصدر أصوات جميلة، فأعطيك مثلا 2 صدف وتعطيني إيش ماشية. وبالمناسبة لا تظن أن هذا كلام خيالي، لا، في جنوب السودان إلى الثمانينات والسبعينات الميلادية، يعني قبل 40 50 سنة، تعرف جنوب السودان غابات موغلة في التخلف والبدائية، فكان تجار السودان يذهبون إلى هناك ويشترون البقر مقابل الصدفة، الصدفة والأصداف الموجودة في البحر، وكانوا يشترون البقر. وطبعا أولئك وثنيون وجهلة يظنون أن هذه الصدف يعني فيها أرواح عليا وفيها أشياء تنفعهم، والمهم كانت البقرة تباع بالصدفة. طبعا التجار الذين كانوا يأتون من الشمال هم يدركون أنهم الواحد قادر يأتي بشوال من الصدف وممكن يشتري كل أبقار القرية في جنوب السودان، بس هذا سيتسبب في ماذا؟ في ماذا سيتسبب هذه الظاهرة لو التاجر من شمال السودان اشترى كل بقر القرية من خلال الصدف؟ يعني هو لا يعجزه أن يأتي بشوال من الصدف، فيه 1000 صدفة ويشتري 1000 البقرة بالكامل، بس لم يكونوا يفعلون هذه يخطون هذه الخطوة. من يقول لي لماذا؟ شباب، لماذا لم يقم التاجر في السوداني بشراء كل الأبقار في جنوب السودان من خلال الصدف؟ طبعا هو يذهب إلى البحر ويغرف له 200 300 1000 صدفة يجمعها لا تكلفه شيئا، ثم يذهب ويشتري بالصدفة الواحدة بقرة. أيوة، السؤال يا سيدة صفاء، قلنا أن التجار السودان يذهبون في الثمانينات، كانوا يذهبون إلى جنوب السودان ويأتي بصدف، تعرف الصدف اللي في البحر، هذه الصدف الأصداف الموجودة على البحر، كانوا يذهبون يشترون بمقابل الصدفة الواحدة بقرة من جنوب السودان، لكنهم كان عندهم القدرة أنهم يشتروا جميع البقر من القرية، فكانوا يرفضون، وإنما يشتري بقرة 2 3 فقط، أعداد محدودة وينصرف بها. وكان عندهم القدرة أنه يأتي بشوال من الصدف ويشتري كل أبقار القرية، لكنهم لم يكونوا يخطون هذه الخطوة. من يقول لي ما هو السبب؟ لأنها تحتاج إلى مصروف وميزانية.
ما هي الميزانية والمصروف؟ يعني طعام وأشياء زي كذا. الأبقار يعني أقصد الأبقار تحتاج إلى طعام وخدمة. صحيح، قد يكون هذا سبب من الأسباب أنه حتى ينقل البقرة من جنوب السودان إلى شمال السودان. طبعا في شمال السودان سيبيع البقرة الواحدة بـ1000 دولار، بـ1500 دولار، بـ2000 دولار، وهي لم تكلفه شيء إلا قيمة النقل. فقد يكون هذا واحد من الأسباب، أنه الخدمات اللوجستية مثلا أو التكاليف النقل قد تكلفه، لكن هذا يعتبر سبب ثانوي. فكروا معي، ما هو السبب؟ سبب يصب في صلب محاضرتنا اليوم. سبب أنه سيحدث تضخم، أي أنه لما ينزلوا وكل واحد يعني يعطي صدفة، سيكتشف المواطن الذي في جنوب السودان أن الأصناف هذه كثيرة جدا، وأنها ليست ذات خصائص إلهية، وأن الندرة تتخلى عنها، فسيطالب بثنتين صدف مقابل البقرة الواحدة. إذا هنا سيحدث للعملة ماذا؟ تضخم، أي سينخفض قيمتها. هذه نقطة. النقطة الثانية، قد تكتشف اللعبة. طبعا اللعبة كان يمارسها بعض التجار من شمال السودان فقط، بعض التجار السودانيين، والبقية لم يكونوا يعرفون، ولا لو كانوا عرفوا اللعبة وعرفوا السر كان ممكن الغوغائيين يذهبوا إلى الجنوب ويعطوهم 1000 صدفة ويسحبوا منهم 1000 بقرة، يعني يسحبوا من كل الأبقار، وهذا طبعا سيتسبب بتضخم، وبعدين تفقد العملة قيمتها. فكانوا يشترون أعداد محدودة، 5، 10، 20 بقرة في كل رحلة. طبعا تصور لما يذهب ويشتري 5 أبقار ولا 10 أبقار، ثم يأتي بها إلى الخرطوم ويبيع البقرة بـ1000، 1500 دولار، 2000 دولار، أكثر أقل، وهو لم يخسر عليها شيء في الحقيقة، وش أخذها بالمجان، هو أخذها بالمجان، اللهم أنه خسر فقط قضية النقد، النقد هذا لا يكلف شيء كثير يعني. فاستمروا على هذه اللعبة، تمام، يلعبون عليها فترة، حتى اكتشف بعدين المواطنون في جنوب السودان، اكتشفوا المساكين الجنوبيين أن هذه صدف تغرف من البحر، من أطراف البحر، ولا تكلفهم شيء واحد. فهنا يعني كانت ردة فعلهم ردة فعل سلبية جدا. الشاهد في الموضوع أنه الناس لو تواطؤوا على أي شيء أنه عملة يتواطؤون عليه خلاص. يعني مثلا الجنبية هذه، إيش اللي فيها؟ يعني ما هي الأسرار اللي في الجنبية اليمنية، الرأس الصيفاني هذا، إيش الأسرار؟ يعني لما سعر الواحدة بيصل إلى 5000 إلى 10000 دولار، يعني ما هي القيمة التي فيها؟ تعرف الناس عليها أن لها قيمة، وخلاص يعني أصبحت شائعة عند الناس. على العموم، فإذا الناس في البداية كانوا يتعاملون بالمقايضة، ثم بعد ذلك بدأوا يكتشفوا هذه الأشياء، المعادن كذا، ثم بعد ذلك اكتشف الناس الذهب والفضة، وبالذات الذهب. لماذا الذهب؟ أولا لأنه نادر في الأرض، يعني وجوده في الأرض تقريبا 2 في الـ1000 من مكون الأرض كامل، في بعض الدراسات الأولية أو المسح الأولي، لأنه ما أحد يعني، تمام. النقطة الثانية، الذهب خفيف وغالي الثمن. والنقطة الثالثة وهي الأخطر، أن الذهب له عنصر الديمومة، أي أنه لا يتأكسد مثل الحديد ويتعرض للصدأ ويتلف، وإنما له عنصر البقاء والديمومة والاستدامة الدائمة. فتجد مثلا اليوم المسكوكات الذهبية عمرها 2000، 3000، 5000 سنة، وهي لا زالت تحتفظ ببريقها وبقوتها وبوجودها، ولو كان حديد كان قد اندثر وتأكسد وتحول إلى تراب، لكن هذه الخاصية الموجودة. ثم أن هناك غريزة الله سبحانه وتعالى فطرها في الناس، كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فهي جزء كذلك من التقدير الإلهي، فجعلها الناس هي أساس التبادل. جميل. إذن الآن عرفنا قصة الذهب باعتباره الأساس يعني في الحقيقة للتبادل. فيه كذا، خلونا نعمل عد لفتة نكمل بقية القصة، أنه في الحقيقة كان الذهب هو الأساس للتبادل بين البشر حتى وقت نور الدين زنكي، اللي هو أستاذ صلاح الدين الأيوبي. فلما شافوا أن الذهب يعني كثر التعامل به، فجاء أحدهم مقترح عليه، قالوا: لماذا لا تعطي يعني أوراق سند بأن الذهب هذا موجود وخلاص؟ فدرسها نور الدين رحمة الله عليه، وكان يعتبر يسموه الخليفة الراشد السادس،
تقريبا، يعني كان من أصحاب العدل يعني الكبير جدا، يشبه بعمر بن عبد العزيز في عدله وفي زهده وفي تقواه وفي ورعه وفي علمه. فقال لهم، تنبه لخطورة التضخم، قال لهم لو حولناها إلى ورق سيحدث تضخم. طبعا لم يكن يستخدم هذا المصطلح، ولكن كان يدرك أن وجود الورق أنه قد يحدث فيه احتيال على أموال الناس، لأن الذهب ما تستطيع تحتال عليه. واستمر الفترة حتى في عصر بعد عصر في عصر النهضة تقريبا الأوروبية وما بعدها، كان الناس يذهبون يخزنون الذهب عند الصيارفة، يأتي يعني صاحب المصرف ويأتي بحراس وحراسة مشددة ويشتري مخازن، فكانوا يخزنون عنده الذهب ويعطيك سند، يقول لك مثلا صفى لها عندنا 10 دنانير، خلاص تأخذ السند وتمشي، تقول لك أنا بدل ما عندي 10 دنانير أخزنها في البيت، قد تسرق، قد يأتي اللصوص يأخذونها، أنا إيش أخزنها في عند صاحبنا هذا الصيرفي وأكتفي بهذه الورقة في يدي. بعدين صفى يوم من الأيام تحتاج مثلا تشتري من ريما سيارة ولا شيء، يعني أي حاجة في ذلك الزمن، ما كان فيه سيارات، لكن نقول أي شيء، فتقول لها ما رأيك بكم؟ قالت لها بـ10 دنانير، تقول لها خلاص هذا سند بـ10 دنانير، اذهبي استلميها من الصيرفي وجيبي لي القطعة أو البضاعة التي يعني أخذتها. فالناس أوتوماتيك بدأوا يحولوا السندات إلى أوراق أو عملات نقدية، واشتغلوا فترة طويلة، والناس استحسنوا الفكرة، يقول لك والله فعلا أنا بدل ما أذهب لا عند الصيرفي أخذ الـ10 دنانير وأسلمك 10 دنانير، وبعدين أنت أخذ وتسلمها للصيرفي 10 دنانير ويكتب لك سند من جديد، ما إحنا نختصرها بالكامل عن طريق السند وكذا. بس اتفقوا مع الصيرفة، تقول خلاص بدل ما أنا عندي وفي ذمتي 10 دنانير لصفاء اليافعي، لا أنا عندي وفي ذمتي 10 دنانير لحامل هذا السند بس، بعدين تحمله صفا ولا سيدة ولا هاني ولا أي واحد يحمله، ما عندنا مشكلة. واستمروا فترة من الزمن، الصيارفة تنبهوا أن الناس يتبادلوا العملات من خلال الثقة، وما أحد يأتي يسحب الذهب، فقالوا إحنا لماذا لا نصدر سندات بدون غطاء من الذهب؟ فبعدين واحد من الصيارفة النمس يعني ذكي ذهب لعند صاحب أرضية معينة، قال له يا أخي أنا أشتري منك الأرضية، قال له بكم؟ قال له بـ10 دنانير من الذهب، قال له أعطني فلوس، قال له أنا أعطيك سند، ماذا تريد بالذهب؟ أعطيك سند وأنت تشتري به ما شئت. فقال له تمام، فأعطه. ذهب لعند الثاني اشترى المعدات وبنى له عمارة، وذهب لعند الثالث وجاب بضاعة وبدأ يستورد ما دحين بضاعة، وبدأ وتحول إلى تاجر هذا الصيرفي دون أن يمتلك ريال واحد، فقط على الثقة. الملوك والأمراء لاحظوا أن الأموال الصيارفة تنمو بشكل مهول جدا، معروف يا أخي التاجر يربح في السنة 30% 40% 50% 100%، لكنه يتحول من تاجر رأس ماله مثلا مليون، خلال 3 سنوات يتحول إلى رأس ماله 20 مليون، لا هذا شيء محير. فهنا مباشرة بدأوا يجروا عملية تفتيش، فاكتشفوا اللعبة الخاصة التي كان يمارسها الصيارفة، وهنا قالوا ممنوع أي واحد يصدر من هذه السندات للحكومة، وبدأوا يصادروا عمل البنوك ويجعلوا الحكومة هي التي إيش تصدر، وتحول بعدين دور الحكومة أنها تصدر هذه العملات. واستمرت العملات تتعامل على أساس إما يكون في غطاء من الذهب أو غطاء من الفضة، واستمروا إلى الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى تعرفوا دخلوا يتصارعوا بريطانيا ودول الحلفاء من جهة، ودول المحور من جهة، أو كما يسميها ماكندر دول البر ودول البحر، دول البحر بريطانيا ودول البر ألمانيا والإمبراطورية النمساوية وغيرها. فالبريطانيون اقترضوا من الأمريكان فلوس، فكانوا يقرضوهم بالفضة، يقرضوهم معدات وأسلحة وزراعات ومواد، بس الأمريكان اشترطوا عليهم شرط واحد، أنه لما تقضونا تقضونا بالذهب، إذا أردتم أن تسلموننا تقضونا بالذهب. تمام. فالناس البريطانيون تحت وطأة الأزمة والحرب قالوا خلاص احنا موافقين. فلم تنتهي الحرب العالمية الأولى، بعدين دخلت الأمريكان نهاية الحرب ورجحت كفة الحلفاء وانتصروا على الألمان،
لم ينتهوا إلا وقد سحبت أمريكا معظم ذهب العالم، حتى أصبحت ثلاثة أرباع الذهب في العالم موجود فين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. جاءت الحرب العالمية الثانية، نفس الموضوع، تحاربت بريطانيا وألمانيا من جديد ونفس القصة. لكن في الحرب العالمية الثانية تهدمت أوروبا، لأنه كان الدمار شديد. يعني قال لهم هتلر في آخر الحرب للقوات لقادة الجيش، إما أن نملك كل شيء أو نخسر كل شيء، وفعلا دمرت مدن عن بكرة أبيها. فالأمريكان شعروا أنه سبب الحرب العالمية الثانية أنه لم يكن الصلح عادلا في الحرب العالمية الأولى اللي هو اتفاقية فرساي، فقالوا كان فيها جور وحيف على الألمان، فعادت بهم الزمان وانتقموا. خلينا هذه المرة نعمل اتفاقية صلح ونعمر البلدان كلها، نعمر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، نعمر الأعداء ونكون احنا مشرفين. فاتخذوا بعدين مبادرة سموهم مبادرة مارشال أو مشروع مارشال للتنمية وتعمير أوروبا، وخصصوا مليار دولار. طبعا مليار دولار في عام 1945 يعني مبلغ مهول جدا، يعني قد يعادل اليوم، يعني ممكن يعادل تقريبا 500 مليار دولار تقريبا أو 400 مليار دولار، يعني مبلغ كبير في ذلك الزمن إذا طبعا حسبناه بالقوة الشرائية مش بالصرف. و عقدوا مؤتمر سموه مؤتمر بريتن وودز، حي من الأحياء هناك اسمه بريتن وودز، ويعني في فندق وكذا، فسموه بهذا الاسم. وقالوا لهم شوفوا احنا بالنسبة لنا لما نتعامل الفرنك الفرنسي والجنيه الاسترليني وقصة طويلة، خلونا نجعل الدولار هو المرجع، احنا حنمولكم بمليار دولار، فيبقى الدولار هو المرجع، والدولار مرجع الذهب، بحيث انه شو اسمه، يعني تقريبا 100 دولار تساوي قيراط من الذهب تقريبا بهذا الحدود. الدول وافقت واتفقوا على هذا الموضوع، واستمروا فترة من الزمن حتى جاءت حرب فيتنام في الستينات، نهاية الخمسينات وبداية الستينات، فشافوا أن أمريكا تصرف نفقات باهظة على حرب فيتنام وترسل طيران، من أين لها هذه الفلوس كلها؟ فأول من تنبه للموضوع وزير المالية الفرنسي، فذهب لعند ديغول، ديغول زعيم التحرير الفرنسي رئيس فرنسا في ذلك الفترة، قال له يا سيادة الرئيس، أنت لما تبيع للعرب سيارة البيجو ماذا يمنحك العرب؟ قال له يمنحوني نفط. قال له جميل، ولما تبيع للإنجليز؟ قال يمنحوني نسيج وملبوسات وأشياء. قال له جميل، ولما تبيع للأمريكان ماذا يمنحوك؟ قال له يمنحوني دولارات. قال له أتدري كم يعطوك؟ كم تكلفهم هذه الدولارات؟ تكلفهم قيمة الطباعة ربما 1 سنت، يعني إذا أعطوك مقابل السيارة مثلا 40 ألف دولار ولا شيء، لا 30 ألف دولار، هي في الأخير تكلفهم سنتات قيمة طباعة الورق. قال له مش معقول. قال نعم. قال له إذا نسحب الذهب. قال له جرب. طبعا أرسلوا وطلبوا بسحب الذهب، فسحبوا الدفعة الأولى، صاروا الدفعة الثانية رفضت الإدارة الأمريكية، لأنه اكتشف فعلا مثل ما عملت الصيارفة زمان لما كانوا يصدروا السندات بدون غطاء ذهبي، الولايات المتحدة رجعت تعمل هذا العمل. بعدين أمريكا شعرت أنها ممكن تنفضح أمام العالم، فالرئيس نيكسون رتب مع كيسينجر، قال له لابد من حل، فأعلن أنه سيتوقف القطاع الذهبي للذهب لمدة مؤقتة، هذا الإعلان في عام 71، وأعلنوا ومنذ ذلك الزمن حتى اليوم والفترة المؤقتة هذه لم تنتهي. لكن بعدين فرضوا الدولار على العالم من خلال 3 أشياء أو 3 عوامل. العامل الأول قوة الاقتصاد الأمريكي، أنت محتاج تشتري مايكروسوفت، تحتاج برامج، تحتاج أفلام هوليوود، تحتاج سيارات فورد، تحتاج حاجات كثيرة، حتضطر تصير تجيب دولار وتشتري بها. ثم فرضوا على مصدر السلع الأساسية في العالم، وهي 3 سلع أساسية أو 4 سلع أساسية، الطاقة والغذاء عفوا والدواء والسلاح، ألا يبيعوا إلا من خلال ماذا؟ الدولار. فدول النفط ما تستطيع تبيع النفط إلا من خلال الدولار، والعالم كله محتاج النصف، مضطرين ناخذ. الشركات الادويه الكبرى في العالم في الحقيقه هي مرجعيتها امريكيه، روش السويسريه ولا فايزر الامريكيه ولا غيرها، وما تبيع الا بالدولار. شركات الاسلحه الكبرى في العالم هي 2 شركات،
يعني او نقول سنتين مجموعات او يعني اهم اسلحه، اما الروس كان قديما واما الامريكان، وتعرفوا الامريكان مسيطرين بشكل قوي. شركات الانتاج الزراعي في العالم بالذات القمح، استراليا وامريكا وكذا، يبيعوا له بالدولار، فاضطر بعدين الناس لقوه الاقتصاد. اذا هي ثلاث عوامل: عامل قوه الاقتصاد الامريكي، ثم عامل المواد الاساسيه واهمها النفط، ثم العامل الثالث القوة العسكرية الأمريكية. يعني أمريكا معها حول العالم 800 قاعدة، فحتمشي الأمور ولا شيء. حاولت بعض الدول أن تتمرد فأسقطوا بعض الأنظمة، يعني بعض الدول حاولت أن تتمرد على الدولار فمباشرة دبروا لهم انقلاب وأسقطوهم، طبعا بحجج ومعاذير، وتعرفوا الأمريكان يعني لا يعجزوا في هذا الجانب. لكن في الحقيقة أصبح اليوم الدولار يطبع بدون أي قيمة، لكن هل يستطيعون يطبعوا هكذا بلا حدود؟ لا، هو لابد من توازن ما بين العرض والطلب، بس مش العرض والطلب داخل أمريكا، لا، هم الآن يعتبروا كل البضاعة في العالم بضاعتهم وهم يطبعوا على قدرها، وهذا جزء من الحيف. لكن هي لعبة وستنفجر عليهم في نهاية المطاف. هي الآن انفجرت عليهم على شكل تضخم الدولار، وأصبح يفقد قيمته أولا بأول. وفي موقع في النت اسمه، ممكن تبحثوا في النت، اسمه الأسعار التاريخية للذهب، يبين لك من الثلاثينات كيف أن الذهب يصعد والدولار يهبط منذ قرابة 100 سنة تقريبا إلى اليوم، أو أقل من 100 سنة، تمام؟ فالدولار يخسر على طول الوقت. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى سقف الديون الأمريكية ارتفعت بشكل كبير جدا. هذه خلاصة لعبة النقود في العالم. خلونا نقف عند هذه النقطة وننطلق النقطة اللي بعدها. في معكم سؤال أو استفسار حول هذه النقطة حتى ندخل في الجانب التطبيقية؟ هل هناك سؤال حول الخلفية التاريخية المتعلقة بالنقود؟ شكرا جزيلا. خلاص، خلونا إذا ننتقل إلى تعريف النقود. من يقرأ لنا هذا التعريف؟ تفضلي يا ريما. تتعدد المداخل المختلفة لتعريف النقود، ولكننا نورد تعريفا الله، للنقود وفقا لمدخل وظائف النقود النحو الآتي: النقود هي أي شيء يحظى بالقبول العام لدى أفراد المجتمع، وتستخدم كوسيط في المعاملات المبادلات، ومقياسا للحساب، ومخزنا للثروة أو القيمة، وأداة لتسوية المدفوعات الآجلة. جميل. إذا النقود باختصار شديد هي عبارة عن يعني حاجة تحظى بالقبول العام، الناس مقتنعين بها، وتستخدم كوسيلة لتبادل المنافع بين الناس، ونخزن فيها الثروة. يعني أنا اليوم أشتغل لمدة يومين، هذا اليومين مقابل ماذا؟ مقابل كمية من النقود معينة، فهي مخزن للثروة أو لقيمات العمل، وأداة لتسوية المدفوعات الآجلة. أنا اليوم اقترضت مثلا من ريما كيلو من الحبوب، ولا كيلو رز، ولا قطمة رز، ولا شيء، ليس بالضرورة أن أجي بعد شهرين أو ثلاثة أجيب لها قطمة رز، لكن أقول لها خلاص نحسب عليك بحدود مثلا 5 ريال أو شيء، وأحاسب بهذه الطريقة. فهذه تسوية المدفوعات الآجلة. هذا باختصار شديد. هل طبعا هذه أدوار النقود: وسيطة للمعاملات، و مقياس القيم، ومخزن للثروة. هذه أشياء إن شاء الله واضحة بالنسبة لكم، يعني ما تحتاج أن نقف عليها كثيرا. أيوة، إحنا الآن في عندنا ما يسمى، هذه نقطة مهمة جدا، كيف نقيس عرض النقود؟ أيوة، في مهمة أساسية جدا، وإحنا هذه مهمة محافظة البنك المركزي. محافظ البنك المركزي هو جراح دماغ كما يقال، يعني في الطب أعلى تخصص هو جراحة الدماغ والأعصاب. عندنا في الاقتصاد أعلى تخصص هو السياسة النقدية، الذي يديرها بدرجة أساسية محافظ البنك المركزي. ما هو دوره؟ دوره كما شرحت لكم في أول محاضرة، أنه عنده كفتي ميزان، الكفة الأولى فيها نقود، والكفة الثانية فيها سلع. هذه مسألة مهمة جدا، فهو دوره أن يكون عندنا نقود في البلاد أو في البلد مقابل حجم السلع، سواء بسواء، قد تزيد قليل أو تنقص قليل، لا مشكلة في ذلك، بناء على سياسة هم يتخذونها. جميل، هذه نقطة من النقاط المهمة جدا. طبعا لأنه لو زادت النقود، ما الذي سيحدث؟ إذا زادت النقود على السلع، ما الذي سيحدث عندي؟ من يقول لي؟
إذا زادت النقود على السلع في كفة الميزان قدام المحافظة البنك المركزي، ما الذي سيحدث للاقتصاد في البلد؟ التضخم. سيحدث التضخم. لماذا يحدث التضخم؟ من يقول لي ما هي العلاقة بين زيادة النقود والتضخم؟ زيادة الأموال إلى في بيد الشعب بيد الناس تزداد القوة الشرائية وتقل ويقل العرض، يعني يزداد الطلب ويقل العرض. يا سلام. الذي يحدث أنه أموال كثيرة تطارد سلع قليلة، وكنت قد ضربت لكم مثال، يعني احنا اليوم لو وقفنا قدام شواية الخليج، مطعم شواية مثلا، ولا نشتري دجاج، معروف سعر الدجاج مثلا ب10 ريال، وقفت أنا وهاني وريما وكذا، احنا في الطابور، ففجأة هاني جاءت له هدية، ولا رسل له واحد على التليفون حقه ايش هدية 10,000 ريال أو شيء، فشعر أن عنده نقود أكثر، يقول لك أنا بدل ما أمسك طابور مثلا خليني أذهب لعند المحاسب أقول له هات يا أخي، هات إيش دجاجة، فيقول له يا أخي أمسك طابور مع 10 ريال، يقول له يا أخي زودني هذه 5 ريالك، فمباشرة سيرتفع سعر الدجاج. ما الذي حدث للدجاج؟ يعني انتفخت الدجاج، زاد وزنها، ما في شيء، لكن هذا الذي حدث، أنه زادت إيش النقود عند هني، فتسبب لنا بزيادة الأسعار في حدوث التضخم. التضخم معناته كأن النقد عندي انتفخ على الفاضي، يعني أصبح عندي 10 ريال لكنها لم تعطيني ما اسمه يعني الكمية المطلوبة من السلع اللي كنا اشتريناها سابقا. فهذا بالنسبة بس هنا حيقول لك كيف ستقيس النقود يا محافظة البنك المركزي، كيف ستقيس العرض للنقود؟ يقول لك محافظ البنك المركزي يا أخي والله أنا أقيسه مثلا من خلال طريقتين. الطريقة الأولى يسموها المقياس الضيق للنقود الذي يرمز له بإم واحد، تمام. هذا الطريقة ببساطة شديدة أنا أحسب حاجتين: السيولة النقدية المتواجدة عند الأفراد والودائع الجارية عند البنوك. يعني ببساطة شديدة جدا نأخذ لنا ورقة وقلم ونزلنا عند بيوت الناس نسألهم كم معكم في البيت فلوس، تمام. صفا، أنت كم عندك في البيت فلوس؟ قالت والله أنا عندي 8,000 ريال. يا سيدة كم عندك في البيت فلوس؟ قالت 5,000 ريال. أيوة، نرجع البنك، ها بنك الإنماء كم معنا، بنك التضامن كم معنا، بنك كذا كم معنا، فنجمع. هذا يسمى المقياس الضيق للنقود. إذا هو يعتمد على ركيزتين ثنتين: نحسب الفلوس اللي عند الناس والفلوس اللي في البنوك، فنقول لمحافظ البنك يا محافظ البنك الكفة هذه فيها مثلا، أو الفلوس النقدية الموجودة عند الناس السيولة، تقريبا في حدود مثلا 400 مليار او نقول 100 مليار، خلاص ممتاز. في عندنا طريقة ثانية أخرى، تمام. الطريقة الثانية يسموها المقياس الموسع للنقود، طبعا يرمزون بام 2 او ام 2. هذه تساوي ايش؟ تساوي ام 1 اللي هو السيولة اللي وجدناها عند الناس، زائد اشباه النقود، زائد اشباه النقود، تمام. في عندنا ما يسمى بأشباه النقود، عندنا مثلا الأسهم، عندنا السندات، عندنا الكمبيالات، هذه في الحقيقة هي تشبه النقود. لماذا تشبه النقود؟ لأن قدرتها على التسييل عالية جدا، يعني استطيع أحولها إلى نقد بسرعة جدا. أنا عندي في البيت مثلا 1,000 ريال، هذا كنقد، وعندي سند أو عندي سهم قيمته 1,000 ريال، أستطيع أن أسيله خلال ساعة واحدة وأحوله إلى نقد، فهذه تسمى ماذا؟ أشباه النقود، تمام؟ ولذلك هم يسموها المحاسبين إيش؟ النقدية وما في حكمها، تجد لما يعدوا الموازنات في القوائم المالية، لما يعدوا القوائم المالية عفوا مش الموازنات، يقول لك النقدية، قائمة التدفقات النقدية، يقول لك النقدية وما في حكمها. النقدية اللي هي الأموال، وما في حكمها اللي السندات والكمبيالات والأسهم اللي تستطيع أنك تبيعها بسرعة وتسيلها إلى نقد. هذه مهمة جدا يحسبها محافظ البنك، ليش؟ على أساس أنه هي تتسيل وتعمل لي تضخم وأنا مش حاسبها. يعني إحنا كنا لما حسبنا له الأسبوع الماضي حسبنا له أنه عنده في الكفة هذه حق المال قرابة 100 مليار ريال، فهو قال خلاص أنا عندي إن شاء الله بضائع ومنتجات في السوق بحدود 100 مليار، فما عندي تضخم. فجأة اكتشف أن في تضخم. يا جماعة أنتم حسبتم الفلوس على الناس، قلنا لو حسبناها يا جماعة في تضخم، نجي احنا نحسبها من جديد، نكتشف ان في مجموعة من هذه أشباه النقود قد تسيلت وقد تحولت إلى نقد، السندات والأسهم.
في قلنا يا الله يفتح لكم المقياس المضيق ما ينفعنيش ما يلزمنيش، احسبوا لي المقياس الواسع النقود. فنضطر نحسب النقود اللي هي 100 مليار ونشوف كم عندنا سندات واسهم وكمبيالات واشياء اللي نسميها اشباه النقود. اذا عرفنا الان كيف نحسب النقود، واضحه تماما؟ ايوه حبيبتي. خلاص ننتقل التي النقطه اللي بعدها. ايوه احنا هو دائما الرجل مدوش محافظه البنك المركزي بقضيه ايش؟ الجهات المؤثره في النقود. تمام، نقول له يا أخي الجهات المؤثرة النقود ببساطة شديدة هاني وأكرام وتغريد وحسن، هؤلاء هم اللي جالسين يعملوا لك دوشة في السوق، معاهم شوية زلط ويتراكضوا كل يوم يخرجوها ويبيعوا ويشتروا. فيقول لا لا لا، ما أقصد الناس، أنا أشتري الحاجات الكبيرة جدا. نقول له ها والله صحيح، إذا تشتري الحاجات الكبيرة فتعال. نقول لك أولا السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي، تمام؟ السلطات النقدية التي يعني البنك المركزي انه لديها ايش؟ كميات كبيرة جدا من النقود. يعني انت اليوم لما تتكلم مثلا عن البنك المركزي تتكلم عن ثلث النقد يتوفر لدى البنك المركزي. يعني لو عندنا 300 مليار موجودة في السوق ستجد انه 100 مليار موجودة في البنك المركزي، تمام؟ يعطيها الحكومة والى اخره. هذه السلطة الأولى، تمام؟ في عندنا كذلك الجمهور وأفراد المجتمع، هذا موجود، هذا برضو في عندنا البنوك التجارية. بس في نقطة هنا بالنسبة فيما يتأثر في الجمهور بالذات في اليمن، في الحقيقة في الدول المتقدمة الجمهور وأفراد المجتمع تأثيرهم محدود. من يقول لي ما هو السبب؟ رغم أنهم معهم فلوس أكثر مننا، بس لما درسوا اليمن وجدوا أن تأثير الجمهور في النقد أكثر من الدول المتقدمة. من يقول لي ما هو السبب؟ من المعي الذي يلقطها؟ لأنه في ثقة بين التجار يعني الثقة في تبادل الأموال في اليمن أكثر من أي مكان ثاني. يعني ممكن تاجر ياخذ ملايين بس بوجهه أو باسمه، ما يحتاج له وثائق أو أوراق لأن تثبت ثقة على في شيء البنوك غير من موجودة. خلال أيوة لحظة لحظة هاني، لأن الثقة في البنوك اليمنية غير يعني شبه معدومة. الإشكالية لأنه الخدمات المصرفية في اليمن محدودة. فأنا مثلا لما أستلم الراتب 10,000 ريال ولا 100,000 ولا 50,000 بغض النظر، ما فيش عندي حساب بنكي. وحتى لو عندي حساب بنكي أحتاج أذهب إلى شارع القصر، لا بنك سبا ولا لا شي الزبيري، لا بنك التضامن ولا لا كذا، على أساس إيش أطلع لي هذه. لكن هنا في المملكة مثلا خلاص أنا راتبي يدخل في التليفون وأشتري من البقالة في التليفون. حتى اليوم أشتري مثلا هنا الماء، أشتري التين في الشارع البلس بالتليفون، يعني ما أحتاجش إلى إيش؟ إلى أي شيء آخر، يعني ما احتجتش إلى قضية إنه يكون نقد عندي في البيت. فلذلك يسموها فلوس عجوز، الزلط حقنا في اليمن، لأن ما فيش بنوك أصلا. يعني قالوا العجائز في البنك في اليمن عندها الفلوس أكثر من البنوك التجارية. هذا هو السبب، أنه الخدمات المصرفية في اليمن عندنا ما زالت خدمات ضعيفة جدا، بينما اليوم في عصر التقنية والأتمتة والبنوك مثلا في الدول المستقرة مثل دول الخليج مثلا مثل دول غرب أوروبا وغيرها، ستجد أن الفلوس إن لم يكن كلها فغالبيتها فين؟ في البنوك. فما تحتاجش أنت كبنك مركزي حتى تحسب، إلا تسحب الكشوفات من البنوك وتعرف كم الموجودة السيولة عند المجتمع، طبعا مسجلة في حسابات الناس. البنوك التجارية لا شك أن البنوك التجارية تعتبر هي أدوات العمل في البنوك كذا، تمام؟ طبعا احنا لما نحسبها نجي نجمع الفلوس اللي عند الجماعة هؤلاء اللي عند البنك المركزي واللي عند البنك التجاري واللي عند الجمهور، ونشوف نقول للبنك المركزي نقول له خلاص ترى هذه السنة في 2023 موجود في كفة النقد في معك قرابة 400 مليار مثلا أو 200 مليار أو 300 مليار على قدر ما نحسب. إذا هذا ما يتعلق بالجزء الأول اللي هو العرض النقدي. العرض النقدي أي كم في عندنا أموال في العرض النقدي. الطلب على النقود، هل في طلب على النقود؟ نقول أي نعم في طلب، الناس كلهم يبحثوا عن النقود، تمام؟ الموظف يشتغل من أجل النقود والدولة تبيع من أجل النقود إلى غير ذلك. هذا الطلب هل له علاقة أساسية؟ يعني هل هو مؤثر؟ تمام، نقول نعم الطلب على النقود مؤثر تأثير كبير جدا. طبعا عندنا أكثر من مدرسة
لدراسة هذا الموضوع. يعني مثلا عندنا مدرسة الكنز، هذا جون ميرالد كينز صاحبنا البريطاني أبو المدرسة الكنزية، يقول لك أنه الناس تطلب النقود من أجل التبادل ومن أجل التحوط للمستقبل، يعملهم مدخرات هناك القرش الأبيض ينفع في القرش اليوم الأسود، وكذلك من أجل دافع عن المضاربة، يعني ينزلوا السوق يشتروا أسهم وسندات ويبيعوا كذا. تمام، هذه منظور من كينز، هذه وجهة نظره في هذا الجانب، أنه هذا الطلب بسبب هذه الثلاث الأسباب طبعا، وله حسابات أساسية فيها. ما عندنا مشكلة، نقول لهم سهل، مهما كان الطلب للنقود، لكن في الحقيقة إحنا سنشوف الأثر هذا حق الطلب إن شاء الله بعد قليل، ونحن ندرس قضية التضخم، لأنه في عندنا ثلاث مدارس أساسية لتحليل هذا الطلب بشكل تفصيلي: مدرسة الكنزية هذه نفسها، ثم مدرسة توماس فريدمان اللي يسموها المدرسة النقدية، ثم مدرسة الهيكلية سنأتي لها بعد قليل. لكن أنا عندي سؤال هنا، الجهاز المصرفي في أي دولة يتكون من ماذا؟ اللي الأصل أنه تكون موجودة فيه وإيش؟ النقود. وقلنا مثلا في اليمن عندنا الجهاز المصرفي ضعيف، لذلك الناس ما زالوا يضعون النقود في جيوبهم، بينما في الدول الأخرى الجهاز المصرفي متطور، فنادر ما تجد فلوس مع الناس. أيوة، عندنا الجهاز المصرفي في أي دولة في الدول العالم يتكون من أربع جهات. أولا من البنك المركزي، البنك المركزي هذا يعتبر بنك البنوك، تمام، أبو البنوك، لأنه هو له أدوار مهولة وخطيرة جدا. أول دور أنه هو الذي يصدر النقود القانونية، تمام، هو الذي يصدرها. طبعا ليس بالضرورة أنه يطبعوها داخل البنك، لا، يعني مثلا في أمريكا الاحتياط الفيدرالي أو حتى الخزانة الأمريكية، أمريكا عادي معقدة شوية، في معاهم البنك المركزي لحاله والاحتياط الفيدرالي لحاله والمطبعة لحالها، عادي معجون عجين. لكن مثلا عندنا في اليمن البنك المركزي هو الذي يأمر، يتعاقد مع شركة طباعة أجنبية تطبع له الفلوس، طبعا وفق تعقيد معين وقصة طويلة عريضة، في يعني مش بهذه البساطة طباعة الفلوس، على أساس التزوير والترقيم والتسلسل في الترقيم، قصة طويلة عريضة. فهذه واحدة من الأدوار. تمام، إذن هو أولا يطبع النقود ويدير السياسة النقدية، تمام، هو اللي سيحدد السياسة النقدية، ها نزود النقود ولا نخفض، تمام، هو اللي يعمل المقاصات والتسويات بين البنوك والمؤسسات المالية، وهذه قصة لحالها. يعني أنا الـ 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 يعني البنوك تتبادل فيما بينها في غرفة في البنك المركزي يسموها غرفة المقاصة، تمام، والتسويات هذه اللي يلتزم بها البنك المركزي وينفذها لبقية البنوك. يقدم الخدمات المصرفية للحكومة، يعني احنا الآن لما أذهب أشتري بالتقسيط أذهب للبنك الأهلي، للبنك التجاري، البنك كذا، يعطيني مثلا أو يضمني أو شيء، لما أحتاج اعتماد مستندي، يعني أحتاج أشتري مثلا من الصين بضاعة معينة، فأنا ما أنا شو أثق بالتاجر أعطيه الفلوس، قد يأخذ الفلوس وينصرف، قد تجي البضاعة بمواصفات أقل، فأصدر اعتماد مستندي. اعتماد مستندي بيعرض ضمانة، يعني أنتم تدرسوها بعدين في مادة البنوك، طبعا يصدر هاي البنك إلى الصين، يصير أعطي للشركة في الصين مصنع الاعتماد المستندي، خلاص يصنع البضاعة ويوصلها للميناء، استلمها، إذا انطبقت خلاص أكلم البنك أقول له سلم له الفلوس. طبعا البنك يضمني ويضمن الصيني، يضمني أنا في التسليم ويضمن الصيني في الإيفاء بال الحكومة ما عندها شيء، البنوك اللي يقدم لها هذه الخدمات، اللي يقدم لها الخدمة هذه مثلا من البنك المركزي، هو الذي يقدم الخدمات لهذه المسألة، كذلك هو الذي يدير احتياط الدولة من العملات الأجنبية، وعلى أساس الدولة تحتاج تشتري مثلا مشتريات من الخارج، فلا بد من عملة أجنبية، الدولة تريد أن تخلق توازن ما بين الدولار والعملة المحلية، فلا بد من احتياط من العملات الأجنبية وهكذا. فالبنك المركزي هو اللي يقوم بهذه الأدوار. إذن يقول لك البنك المركزي هو بنك الدولة، من حيث أنه يقوم تقديم الخدمات المصرفية للدولة ويدير احتياطها ومستشار، وهو بنك البنوك لأنه هو الذي طبعا ينزل الإجراءات وسياسات البنوك، اعملوا ما تصلحوش كذا، اعملوا كذا، زودوا الزلط، لا نقصوا الفلوس، تمام، وهو الذي يصدر في الأخير العملة التي تحتاجها البلد. هذا باختصار شديد دور البنك المركزي، يعني ببساطة شديدة. عندنا البنوك التجارية، وهي دورها حاجتين أساسيتين في الحقيقة: تأخذ الأموال من الناس وتقرضها، فقط هذا الدور، يعني دور البنك التجاري، هي يسموها مؤسسات إقراض،
أنا أذهب عندي 1000 ريال أسلمه البنك التجاري، يقول لي يا أخي نسبة الفائدة مثلا 8%، وهو يذهب يقرضها للتاجر بنسبة فائدة 10%، فهو مستفيد له كم؟ 2% أرباحه. بس هذا دوره فقط. وبعدين في خدمات أخرى، يفتح حساب، خدمات الحسابات الجارية، خدمات الضمانات، الاعتمادات المستندية، خدمات كثيرة موجودة داخل البنوك التجارية تقدمها، لكن القلب الأساسي للبنك التجاري يقرض وفقط، يعني يأخذ الودائع ويقرضها. في عندنا بنوك متخصصة، بنوك متخصصة مثل البنك الزراعي، البنك الصناعي، البنك المدري إيش. هذه البنوك تنشئها الدول أو تنشئها النقابات أحيانا، تمام، أو ينشئها التجار مثلا. خلاص هذا البنك متخصص في جانب معين، مثلا هذا البنك اللي فلس قبل أشهر في الولايات المتحدة، اللي هو البنك الخاص بالمجال التقني والصناعات التقنية، تمام، انفضح في الواتساب انه يعني رسالة من الرئيس التنفيذي انه في عندهم شحة في السيولة. الرسالة تداولوها في الواتساب، الناس كلهم عرفوا، هجموا على البنك وفلس البنك. ما علينا، له قصة غريبة عجيبة، يعني الواتساب دمر البنك، كان بنك راس ماله مدري كم مليار دولار. الشاهد هذا بنك متخصص في مجال التقنية، يعني ما يشتغل الا في المشاريع التقنية. في عندنا بنك الحيوان مثلا، يعني زراعة حيوان، الثروة الحيوانية، في بنك زراعي، في بنك الإسكان مثلا، هذا البنك متخصص فقط يمول بيوت الإسكان وكذا. فهذه بنوك متخصصة تقدم هذه الخدمات فقط. في عندنا النوع الرابع من البنوك، اللي هي من الجهاز المصرفي، البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية يعني نشأت لها قصتها، وعندهم مادة اللي يدرسوها، ربما كانوا يدرسوها وما شيء، لها قصة طويلة عريضة، أنه نشأت على أساس تكون بديل للبنوك التجارية. البنوك التجارية قائمة على الربا والفائدة، فقالوا الناس الملتزمين يا أخي نؤسس لنا بنوك تقوم على الشريعة الإسلامية، وعلى أساس أنه المشاركة وليس الإقراض. طبيعة البنك الإسلامي يقوم على فكرة المشاركة وليس على الإقراض، يعني تريد أن تستثمر عندي، اطرح المليون ريال وتعال نفتح مشروع سويا ونتشارك فيه، وما كسبناه يعني اقتسمناه بسوية ولا بنسب معينة. تاجر يأتي مثلا البنك يقول يا أخي أنا أريد قرض، ثم يمنحوش قرض فائدة 10%، يقول له خذ هذا القرض مثلا، وعلى أساس الربح نقتسمه نصفين من خلال المشاركة، أو من خلال المضاربة، أو من خلال السلم، الصيغة الإسلامية المعروفة، تمام. هذا دور دكتور لو سمحت سؤال، تفضلي. في البنوك الإسلامية يعني إنهم مشاركين في الربح والخسارة، المفروض إنه الأساس إنهم يكونوا مشاركين في الربح أو الخسارة، صح؟ اي نعم، يعني الاصل احنا في بس الإنسان اللي يدخل في البنوك الإسلامية هل يشارك في الخسارة ولا بس يشارك في الربح؟ لا في الخسارة والربح. يعني انا الان لما ادخل في شراكة مع البنك الاسلامي، ادخل على اساس مبدأ الربح والخسارة، قد اخسر او اربح، لا يضمنني الربح ولا اضمن لهم الربح، شكرا دكتور. سواء انا كنت ممول او متمول. يعني مثلا من الامثلة، انا تاجر حديد، تمام، عندي صفقة 100 طن مثلا، ستكلفني 100 وحدة نقدية، فأنا أذهب لعند الجماعة أقول لهم اقرضوني يا جماعة الخير، أعطوني 100 قرض، 100 وحدة نقدية مثلا، 10 مليون ريال ولا شيء، وإذا بعنا الحديد ما كسبناه ثلثين بثلث، ثلث لكم وثلثين لي، إن شاء الله 3 أشهر وفلوسكم عندكم. هذه الدراسة حق الخاصة بالحديد، وأنا عندي شركات الطالبة الحديد هذه كذا، خلاص تفضلوا اصرفوا لي 10 مليون، انا اشتري الحديد وابيع الحديد، وما ربحنا وقسمناه ايش ثلثين بثلث او نصفين على حسب الاتفاق. سبحان الله، مثلا الشركات التي تعهدت مني انها تشتري الحديد مثلا تلكأت، تراجعت، فلست، خسرت، فبعنا الحديد برأس المال. اجد بعد مدة اقول تفضلوا هذا رأس المال حقكم، انا خسرت جهدي وتعبي وانتم ما كسبتم ربح، فهذا رأس مالكم. فهم خسروا في الحقيقة، والله جمدت 10 مليون لمدة 6 أشهر ما استفدت منها شيء. فهذه كلها صيغ، في عندنا صيغ المشاركة، وفي صيغ المضاربة، في صيغ السلم، وفي صيغ المرابحة، تمام، وفي صيغة الاستصناع. هذه كلها صيغ من الصيغ، ممكن ناخذ لفة على هكذا بشكل سريع جدا. صيغ المضاربة أنه واحد على العمل والثاني على المال. مثلا الأستاذة وعد، الأستاذة وعد تقول لك يا أخي أنا عندي خبرة مثلا في مجال الكوافير والتجميل والشغلات هذه كلها، فأنا ممكن أفتح
تفضل يا أستاذ هاني موني ب 100,000 ريال، وما جاء إن شاء الله نقسمه مثلا نصفين ولا ثلثين، مثل ثلثين لي وثلث لك. في غلط تفضل هذه 100,000 ريال، واشتغلت ما شاء الله وأدارت يعني محل تجميل مثلا الأكوافير ولا أي شيء. وهذه الصيغة المضاربة، فواحد عليه واحد يسمى رب المال والثاني عليه العمل، والأرباح يتفقوا على نسبة معينة. في عندنا صيغة المشاركة، صيغة المشاركة مثلا تأتي صفاء وسيدة، تقول لصفاء وسيدة ما رأيك، أنت عليك 100,000 وأنا معي 100,000، ونفتح كلنا إيش محل مثلا لبيع الزهور، وأنا عندي خبرة في الإدارة وأنت عندك خبرة في قضية تسويق الزهور وكذا، ونتشارك الاثنين. فيدخلوا يتشاركوا، طبعا إما يتشاركوا بالمال أو يتشاركوا بالأبدان كما يقال، أو يتشاركوا بالوجوه، لكن في الحقيقة أنه في تشارك، يعني في تشارك في المال. فهذه تسمى شركة. أو قد تقول صفاء لسيد اسمعي أنا مانيش فاضي، هذه 100,000 وأنت 100,000 ودير الشركة أنت، بس نعطيك راتب مقابل إدارة، ورأس المال نقسم النتيجة نصي، فتوافق سيدة وتدير المشروع. هذه تسمى المشاركة. في عندنا نوع يسمى المرابحة. المرابحة مثلا تأتي حسن تقول للبنك أنا أحتاج أشتري سيارة، يقول لها البنك عادي اذهبي إلى عند الوعلان ولا عند أي واحد خذي سيارة ما عندنا مشكلة، بكم السيارة؟ قالت ب 100,000 ريال. فالبنك يذهب يشتري السيارة ويحوز السيارة ويتملك السيارة، وبعدين يرجع يبيعها من جديد لمن؟ لحسن مثلا ب 105,000 ريال ولا ب 110,000 ريال، على أساس أنه تسددها بالتقسيط أو نهاية العام في الطريقة اللي يعجبها في فهو امتلك السيارة ثم باعها، امتلك السيارة ثم باعها تمام، لكنه امتلكها بأمر من؟ بأمر حسن. هذه يسموها المرابحة للآمر بالشراء. هذا أسلوب من أساليب الشرعية. في أسلوب آخر يسمى أسلوب السلم. مثلا افترض أن الأستاذة صفاء هذه عندها مزرعة مثلا للحبوب، فأنا مثلا أذهب إليها وأقول لها تفضلي هذه 10,000 ريال، أول ما تحصدوا الدخن مثلا، عندكم الدخن ما شاء الله مشهور بالجودة المتميزة، ترسلوا لي ماذا؟ تحجز لي مثلا 100 كيلو، وهذه قيمة 100 كيلو، فأسلمها الفلوس أول السنة، وهي تسلم لي الدخل متى؟ نهاية الموسم، بعد شهرين، بعد هذا، بعد 6 أشهر إلى آخر. هذا يسمى السلم. في عندنا نوع الاستصناع. نفترض مثلا أن الأستاذة علا مثلا عندها مصنع تصنع ثلاجات ولا تصنع كذا، فأنا أسلمها مثلا قيمة الثلاجة، فتصنع لي مثلا 15 ثلاجات، تستلم مبلغ بداية السنة ثم تصنعها بالمواصلات المحددة وتثنيها. هذه كلها صيغ إسلامية بديلة عن الربا وتغنينا عن الربا. هذه باختصار شديد يعني أساليب التمويل في في عندنا كذلك الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا من أفضل الصيغ الموجودة الآن حاليا. باختصار شديد أنا الآن أذهب لعند بدر أقول له يا أخي أنت الآن أنا عندي 10 بيوت، البيت اللي أنا بيعها ب 100,000 ريال، شقق، الشقة ب 100,000 ريال، قل لي يا أخي والله أنا ما عندي فلوس، أقول له خلاص ما رأيك أنا أؤجرها عليك لمدة 5 سنوات، تدفع شهريا حدود 4,000 ريال، ونهاية المدة أنا أبيع لك البيت إن شاء الله بخمسة أو ب 10,000 ريال، فيقول لي على بركة الله. فهو كأنه مستأجر مني ويدفع لي بشكل مقسط، والبيت ما زالت ملكي إلى نهاية المدة. يقول لي تفضل يا أخي هذه 10,000 ريال، أنت وعدتني أنك بتبيع لي، أقول له نعم أنا ما زلت عند وعدي، أنت الآن قد دفعت 5,000 ريال شهريا، خلاص أدفع 10,000 ريال وأبيع لك البيت ب 10,000 ريال. فهنا الإيجار المنتهي بالتمليك. طبعا له هذه الصيغة وله صيغة أخرى، لكن المهم أنه حيدفع لي إيجار وأنا أمتلك ما اسمه البيت مثلا. في صيغة ثانية يقول لي لا، نهاية كل سنة أبيع لي بقدر ما سددتك من إيجار، يعني مثلا إذا اتفقنا على 5 سنوات أو على 10 سنوات، يقول لي مثلا خلاص أجي نهاية السنة أبيع له عشر البيت، والسنة الثانية أبيع له عشر الثاني وهكذا. لكن في الحقيقة أنه إيجار ينتهي بالتمليك، وهذه إن شاء الله صيغة شرعية ممتازة لا غبار فيها ولا شيء فيها. هذه باختصار شديد الجهاز المركزي المصرفي وتنوعاته أقسامه وكذلك أساليب التمويل فيه. قبل أن ندخل في السياسة النقدية خلونا نعمل وقفة هنا صغيرة، إما تسألوني وإما أسألكم والخيار لكم، دكتور لو سمحت، تفضلي.
في عندنا مضاعف النقود اللي هو الام سمول، وعنده قانون، هذا طبعا من ضمن الحساب اللي بيكون في الامتحان. ايوه، هو باختصار شديد خليني اعطي لك مفهوم المضاعف النقود. اذا فهمتي وبعدين حتى تحلي القانون ببساطه، وهو سهل ما هوش بذاك الصعوبه. انت الان لو عندك 1000 ريال وانا عندي 1000 ريال مثلا، كم حجم التداول؟ كم احنا نتداولها؟ هل احنا نتداولها مره واحده ولا نتداولها عده مرات؟ لا، عدة مرات. عده مرات. انت الان اشتريتي مثلا من صاحب الدكان بال1000 ريال هذه، صاحب الدكان اشترى من الجملة بال1000 ريال، صاحب الجملة سأل للمطعم اشترى ايش؟ عزم اصحابه اشترى بـ1000 ريال، صاحب المطعم دفع، يعني هم دارت 1000 دورة. لو قمنا نحسبها حنحسبها حتطلع عندي في النهاية كم؟ اللي هي حتطلع، 1000 ريال. ايوه حتطلع لها في البداية في النهاية 5 6 7 10 ألف ريال. عدد المرات اللي أنا سويتيها. ايوه، وهو الاصل المطلوب في البنك المركزي لما ارسلنا محافظ البنك قال نحسبها كم؟ مرة واحدة، انه ما بالها 1000 اصلا. فكونها حسنا. تدور، أي فكونها تدور لا تمثل تضخم، هي عبارة عن حركة تدور في حركة دائرية، لكنها في الحقيقة أنها هي مبلغها 1000 ريال. فهنا يطرحون هذه المعادلة البسيطة على أساس نحسب كم مضاعف النقد، بحيث أنه إيش ما نتورط في هذه الفجوة بشكل أساسي جدا. طيب، سؤال أيوه ثاني دكتور. تفضلي. عندنا في الحساب جزئية إنه جايب لنا الاستهلاك التلقائي بالسالب، هل ينفع يعطينا استهلاك تلقائي سالب 90 ويقول لي طلع إدارة الادخار؟ يعطيك الاستهلاك التلقائي بإيش؟ التلقائي A0 سالب 90 ويعطيني الدخل 7000. طيب، وبعدين يعطيني ال A1 0.8 يقول لي طلع الادخار. جميل. أنت الآن لما يكون عندك مثلا الدخل 10 ألف ريال ببساطة شديدة، كم استهلكتي منه؟ مثلا استلم 5000 ريال، 5 ألف ريال، كم ادخرتي؟ الخمسة الثانية. 5 الثانية. إذا الاستهلاك هل يمثل علامة موجبة من الدخل ولا يمثل علامة سالبة؟ المفروض يمثل علامة موجبة لماذا؟ لأنه أنا عندي دخل. أي بس أنت لما نقصتي من الدخل 5 ألف ريال، هل هذا يعتبر موجب ولا سالب؟ سالب في الادخار، سالب. أي بالنسبة، لا مش في الادخار، أول شيء في الدخل نفسه. لما نقصت، لا، نقصت منه 5000، يعني بقى معايا 5 بالموجب و5000 نقصتها بالسالب. يا سلام عليك. إذا فكأن الاستهلاك هنا كأن أنت خصمتي كم؟ كأن أنت حسبتها بالسالب، يعني كأن أنت خصمتي من 10 ألف في حدود، خصمتي 5 ألف ريال، فإحنا نحسبها سالب، يعني بس سحبتها بالسالب، فأنا قصدت معك من الدخل 5 ألف ريال. دحين تمام؟ أنا لما أدخل هذه الأرقام في معادلة الادخار، هل أستخدم العلامة السالبة اللي في دالة الادخار ولا أكتفي بالسالب اللي موجودة في 90 هذه؟ لا تكتفي بالسالب الموجودة فقط. أيوة. طيب، وبالنسبة للمتمم، لما نجي نضرب المعامل الحدي للاستهلاك اللي تبع الدخل في بدالة الادخار، نسوي 1 ناقص A1 في Y، صح؟ في معادلة الادخار. لا خلينا إذا تشتينا رجع نعمل لها ما اسمه نموذج تطبيقي. تمام؟ هو أصلا سؤال كان في من الأسئلة يعني اللي موجودة من السنوات السابقة، فهم قالوا إنه إذا يعني من خلال الشروحات اللي موجودة يقول لك إذا كان بالسالب ما نستخدم المتمم. فكيف يعني إحنا لازم نستخدم المتمم لأنه الميل الحدي للاستهلاك لازم يكون فيه متمم في دالة الادخار. خلينا نرجع نعمل عليها ما اسمه نموذج تطبيقي أوكي، طب بشكل. آخر سؤال دكتور، اتفضل يا سلام. يعطيك العافية، هل أقدر أطلع الدخل من دالة الاستثمار ودالة الاستهلاك؟ لا شك بالنسبة للفرد، كيف؟ لا شك كيف ببساطة، أسوي؟ رياضيا ولا مفهوميا؟ لا، رياضياً. لا رياضيا بلنا ناخذ نموذج وما اسمه طبقناه عليه. عندنا سؤال أصلاً في شو اسمه في الكتاب، ما عرفنا الحل. موجود الحل بس أنا حاولت بكل الطرق، يعني من خلال كل الدوائر اللي موجودة عندي إني أطبق في المعطيات، ما طلع لي الدخل. لا مشكلة، صوره
صوريه وارسله لي على ما اسمه واتساب، وانا ان شاء الله ما اسمه نعطيكم طب ممكن محله اياه. دكتور رقمك في الواتساب، لان الايميل ارسلت لك بس ما في خلل يا عندي يا في الايميل عندك. جميل، هذا رقمي على الواتساب 0508 7 2 2 2. أنتم معنا في الاقتصاد الجزئي ولا لا؟ لا أنا خلصت الاقتصاد الجزئي، الحين اخذ اقتصاد كلي. أها، أنا الشباب في الاقتصاد الجزئي عملنا مجموعة جروب، تمام ويرسلون فيها الأسئلة، يرسلون فيها كثير من الإشكاليات التي واجهتهم في بنك الأسئلة، يرسلونها نحلها بشكل محلل لهم في الجروب. يعطيك العافية دكتور، نحتاج زي هذا بالذات في الاقتصاد الكويتي. دكتور معليش آخر سؤال، أنت في الإمارات؟ نعم، أنت في الإمارات؟ لا لا، أنا لست في الإمارات. الرقم أصلا يبين إنه رقم إماراتي. 050. لا لا، أنا عفوا، إذا أعطيكم مع فتح الخط، أنا مفتاح في الخط الرياض. أيوه. أيوه لو أنا في سمحت. الرياض. 050 8 7 2 2 2 1 7. خلاص، هذا مع مفتاح الخط، أنا في الرياض أصلا ولست في الإمارات. أو بس عفوا، شكرا دكتور. ما شاء الله عند سيدة. 0 0 9 6 6 5 0 8 7 2 2 2 1 7. أصلا أرسلت له عند الجميع مع فتح خط السعودية المملكة. لا مشكلة بالنسبة لهذه الأسئلة ما يتعلق بالمعادلات أو أي أسئلة تواجهكم مثلا في قضية البنك، الأسئلة ممكن ترسلوها على الخاص على الواتساب، وأنا إن شاء الله إيش نجيب لكم عليها إضاءة إن شاء الله تفيدكم فيها. يعطيك العافية دكتور، شكرا. الله يبارك فيكم. وكان الأصل نحن من أول المحاضرة نشجر، لكن إن شاء الله نستفيد لمواد ومحاضرات أخرى. ولزملائكم في الاقتصاد، من منكم مشارك معنا في الاقتصاد الجزئي من الشباب اللي هنا؟ أصلا دكتور ما ينفتح اقتصاد كلي إلا إذا خلصت الاقتصاد الجزئي، ضروري نبدأ أول شيء ناخذ السنة الأولى كلنا أخذنا اقتصاد جزئي جزئي، وبعدين الحين كلي، كلنا كلي. ما نقدر نجمعهم مع بعض. ها يعني الذين يخلصون الاقتصاد الجزئي يدخلوا معنا في الاقتصاد الكلي؟ فعلا أيوة ايوه، هو مربوط يعني، تبدا الجزئي وبعدين السنه الترم اللي بعد كلي يعني. اها، ظننت ان في احد منكم مشترك معي في المادتين. يلا خير، لا مشكله. على العموم خلوني الان نعمل هكذا لفه صغيره على بدايه المحاضره. تكلمنا على النقود، قلنا ما ايش فائده النقود او ما هي ادوار النقود، من هي يذكرني؟ وسيط، هي وسيط للتبادل وصل التبادل. والمعاملات، يا سلام، وأيضا قيمة للحساب أو شيء، مخزن، وقيمة للثروة كمان. مخزن للثروة والقيمة. تمام، ما أدري والله نسيت. جميل، أيوة، لا مشكلة لا مشكلة. في عندنا ما يسمى بالعرض على النقود والطلب على النقود. من هي القوى المؤثرة في عملية العرض والطلب؟ الأفراد أو الأفراد الجمهور والبنك المركزي والبنوك التجارية. والبنوك التجارية. جميل، نحتاج مشارك آخر. ما هي أدوار البنك المركزي؟ دور البنك المركزي اللي سيطر على النقود ومسؤول عن إصدار النقود، مسؤول عن وجود توازن في الدولة من حيث أنه يفصل ما بين البنوك، يعني في يعني الودائع العادلة، يفضل النزاعات بينهم، ويعتبر بنك البنوك. جميل، خلونا نلخصها في 3 أدوار. بالنسبة في دور تجاه الحكومة، وفي دور تجاه النقد، السياسة النقدية لتجاه الشعب، وفي دور تجاه البنوك المركزية. هذه 3 الأدوار التي يقوم بها من؟ البنك المركزي. تجاه الحكومة هو مستشار لها، وهو الذي يقدمها الخدمات المصرفية، وهو الذي يطبع لها العملة. وتجاه الشعب هو الذي يحافظ على العملة، ايش وجود العملة مع مع المنتجات، يعني يعمل لهم التوازن. ودور البنوك التجارية هو الذي يرسم لها السياسة والضوابط، وهو الذي يعمل لها التسويات ويحدد لها الفائدة وهذه الشغلات. يعني كذا ممكن تنظروا له من هذه الزاوية. أوكي، جميل. إيش ميزة البنك الإسلامي؟ لو جالكم هذا السؤال، إيش ميزة البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التجارية؟ لا يوجد لا ربا فيه، تتعامل بك.
تتعامل بالربا، تتعامل بالمرابحة والمضاربة ممتاز. والمشاركة. إذا أنا عندي ميزة شرعية أنه خالي من الربا، هل هناك ميزة اقتصادية؟ منفرد عن بقية البنوك؟ أي منفرد عن بقية البنوك، هل يعطيني ميزة اقتصادية؟ يعني تعمل على دعم الاقتصاد، المشاريع الصغيرة بالمشاركة والمضاربة وهذا الأشياء. هو شوفوا، هي كلها الأعمال التي تقوم بها البنوك الإسلامية هي تقوم بها البنوك التجارية. اللهم أنه البنوك الإسلامية فيها ميزة اقتصادية اللي هي الأمان، مش أمان النقد، لا، الأمان الاقتصادي. الأمان الاقتصادي البنوك التجارية من خلال الفائدة تتسبب لي بكوارث وأزمات اقتصادية دولية. الآن آخر الدراسات تحدث أنه كل 7 سنوات تحدث أزمة اقتصادية، كانت كل 20 سنة، كل 30 سنة، اليوم كل 7 سنوات تحدث أزمة اقتصادية عالمية مثل الزلازل بسبب الربا ومضاعفات الربا ومشاكل الربا. الاقتصاد الإسلامي هو أو البنوك الإسلامية هي البنوك الوحيدة التي لا تتعرض للزلازل. يعني أشد زلزال حدث في 2008 اللي هو أزمة الرهن العقاري وما جراها بعد ذلك، البنوك الإسلامية لم تتأثر. يعني كان تأثرها لا مباشر، لكن لم يكن تأثر مباشر. فأهم ميزة موجودة في البنوك الإسلامية هي ميزتان، ميزة شرعية وميزة اقتصادية. الميزة الشرعية أنه الخروج من حرج الربا والحرام، والميزة الاقتصادية أنه الدخول في حالة نمو آمن ومستدام، بينما البنوك التجارية في نمو لكن في اضطرابات وقلق بشكل كبير جدا. خلونا ندخل في السياسة النقدية التي هي تعتبر جراح الدماغ كما يقال. من يقرأ لنا هذا الكلام الموجود؟ تعريف السياسة النقدية. تعريف السياسة النقدية هي مجموعة إجراءات وأدوات السياسة النقدية التي تنفذها السلطات النقدية في إدارة النظام النقدي والتحكم بعملية عرض النقود من أجل تحقيق أهداف اقتصادية متعلقة بالتأثير على الناتج الكلي والأسعار. باختصار شديد هي مجموعة إجراءات أو أدوات ينفذها البنك المركزي، تمام، يتحكم بعملية عرض النقد، إما يزود النقد أو ينقص النقد من أجل تحقيق أهداف اقتصادية تؤثر على النمو الاقتصادي والنبج الكلي والأسعار في البلد. مثل ما شرحت لكم سابقا أنه عنده كفتي ميزان، في حاول أنه إما يزود النقد شوية أو ينقصه شوية من أجل يخلق عملية التوازن، تمام. طبعا هدفها أنها تخلق السياسة النقدية تساعدني في عملية التنمية الاقتصادية بشكل مستدام، تعالج البطالة. وهناك تستغرب تقول ما دخل النقد بالبطالة؟ أنا أقول لكم لا، هذا السؤال عليكم. من يقول لي ما علاقة السياسة النقدية بالبطالة؟ السياسة النقدية تحاول توازن ما بين النقود وما بين السلع. بس أشرحت. فإذا ارتفعت عندهم النقود يحاولوا يرفعوا من حجم السلع، بيفتحوا مشاريع استثمارية عشان يحطوا النقود في المشاريع الاستثمارية ويقضوا على البطالة. يا سلام، يعني مثلا أنا من خلال سعر الفائدة، لما أخفض سعر الفائدة الناس يسحبوا فلوسهم من البنك ويذهبوا يستثمروا، فإذا ما استثمروا فتحوا مصانع وشركات امتصوا البطالة. أنا مثلا في حالة أنه حدث عندي تضخم أرفع سعر الفائدة، فالناس يأتوا يحطوها عندي في البنك في ارتفاع البطالة، لأنه يقول لك بدل ما أفتح شركة وأكسب لي في السنة مثلا ربح 10% أنا أسلمها البنك والبنك يعطيني 15% وأنا آمن وكذا. إذا هي عندها يعني أهداف نهائية تمثل في تحقيق مستويات مرغوبة من الداخل والتنمية وانخفاض البطالة، وعندها أهداف بسيطة أنه قضية التحكم بالعرض النقدي، يعني يحدث نوعا من التوازن. هذه باختصار شديد، تمام. هنا حيسألك سؤال، أيوة، ما كيف يعملوا يتحكموا بالعرض النقدي؟ يعني كيف يتحكم البنك المركزي في المعروض عند الفلوس اللي عند الناس؟ إما أنه ينزل عند الناس يقول لهم هاتوا الفلوس أو يضخ لهم فلوس، أو أنه في هناك أدوات حديثة وذكية. هذه الأربع الأدوات الأساسية اللي هي يسموها عمليات السوق المفتوحة وسياسة سعر الخصم ونسبة الاحتياط القانوني ووسائل الإقناع الأدبي، تمام. فنشوف ما هي هذه الأدوات، تمام. في عندي أول نقطة منها اللي هي عمليات إيش؟ السوق المفتوحة، نسبة الاحتياط القانوني. خلونا نأخذ الفهرس حقها أفضل.
في السوق المفتوحة في البنك المركزي عنده سندات يسموها سندات الخزانة أو سندات الخزينة. طبعا هذه السندات الدولة والبنك المركزي يقول عندي في ذمتي للأستاذة حسن مبلغ 100 دولار أسلمه خلال 10 سنوات أو 5 سنوات، مع أني سأعطيها نسبة فائدة سنوية 5%. خلاص هي تذهب حسن تدفع لهم 100 دولار وتستلم هذا الصك أو السند. إحنا في اليمن كانوا يسموها أذون الخزانة، تمام؟ وتأتي نهاية السنة تستلم 5% أرباح. فهذه واحدة من أدوات السياسة النقدية. لما تريد، في طبعا عندنا سياسة نقدية انكماشية، سياسة نقدية إيش؟ توسعية. السياسة التوسعية نريد أن نغرق المال بالنقد، اكتشفنا أنه عندنا المنتجات أكثر من ماذا؟ من النقود، فنبدأ نغرق السوق بالنقد. فأول حاجة نخفض سعر الفائدة على السندات الخزانة. العام الماضي كنا نبيع السند بسعر فائدة 5%، هذه السنة نبيع سعر السند ب1%. حسن العام المقبل لن تشتري سندات، تقول لك أخي أنا ما اشتريش، خلي فلوسي معي، افتح لي مصنع، استثمر، افعل أي عمل. لأنه سياسات توسعية، نريد العرض النقدي أن يرتفع. السنة اللي بعدها يحدث عندنا تضخم، نريد أن نسحب الفلوس من الشباب ومن الناس فنرفع سعر الفائدة. هذه يسموها عمليات السوق المفتوحة. طبعا يبيعوا كمبيالات وسندات لكن أهمها سندات الخزانة. طبعا أهم سندات الخزانة في العالم هي سندات الخزانة الأمريكية، وهذه إذا ارتفعت ارتفع سعر الفائدة في كل أنحاء العالم، لأنها مؤثرة. يعني إذا كان البنك المركزي يؤثر على البنوك المركزية، فإن البنك الأمريكي اللي هو الخزانة الأمريكية تؤثر على البنوك المركزية في العالم، فإذا رفعت تضطر بقية بنوك العالم كلها ترفع، وإذا خفضت تضطر تخفض، لأنه اليوم العالم مفتوح جدا، وهذه مشكلة عويصة الله يعين عليها. لكن الشاهد في الموضوع أن البنك المركزي الأمريكي اللي يسمى الخزانة الأمريكية يعتبر بنك البنوك في العالم في الحقيقة، ويؤثر بشكل كبير جدا. وتكتشفون أن دول كبيرة مقرضة لهذا البنك، يعني الصين وحدها 2 تريليون دولار، اليابان تريليون و200 مليار دولار، ألمانيا تقريبا تريليون دولار، المملكة تقريبا 800 مليار دولار، وغيرها من الدول. طبعا باعتبار أنه يعتبر أكثر سند لديه أمان على مستوى العالم، ونسبة الفائدة يعني لا بأس بها. إذن هذه يسموها عمليات السوق المفتوحة. في عندي الأداة الثانية يسموها سياسة سعر الخصم، اللي هي سياسة الفائدة، اللي هي سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك المركزية على البنوك التجارية. البنوك التجارية لما تأخذ تقترض من الناس، تذهب مثلا عند الناس تقول لهم خلاص أنا نقترض منكم هذه السنة بسعر فائدة 8%، وتقرض التجار بسعر كم؟ 10%. البنك التجاري قد يقترض من الناس يجمع 100 مليون ريال، فيكتشف أنه لم يستطع أن يقرض التجار إلا 80 مليون. 20 مليون هذه أين يذهب بها؟ يذهب يقرض البنك المركزي. البنك المركزي هو الذي يحدد الفائدة للبنوك التجارية، يقول لهم خلاص هذه السنة أنا سأقترض منكم بنسبة كم؟ 10%. هم بعدين ينزلوا للسوق 8% 9%، يحدث بينهم تنافس، لكنهم في الحقيقة اتفقوا على سعر محدد. فمن يحدد سعر الخصم اللي هو سعر الفائدة؟ البنك المركزي. طب دكتور لو أيوه سمحت، تفضل. البنك المركزي يحدد سعر الفائدة بينه وبين البنوك التجارية، بس ما له سلطة إنه يحدد سعر الفائدة بين التاجر والبنك التجاري، صح؟ لا، ما له علاقة، ما له سلطة عليهم. هو يحدد مثلا، وحددها في 2023 10%. البنك يكون التجاري محددة لجميع البنوك سواء إسلامية أو تجارية. أيوة محددة لجميع البنوك، تمام. طبعا البنك الإسلامي عنده مشكلة عويصة في هذا الجانب، يعني هو يأخذ الجزء من هذه الأموال من الاحتياط القانوني، والبنك المركزي يعطي عليها فائدة. وهنا تدخل الفقهاء وقالوا هذه فائدة ربوية، ماذا يفعل بها؟ اقترحوا أنهم يطرحوها ضمن الأموال السوداء، يسموها الأموال السوداء والأموال الملوثة. تجد في البنك المركزي، في البنك الإسلامي، أموال ملوثة. هذه الأموال الملوثة نعمل لها صندوق، ونجيب لها موظف
يشرف عليها. لا نوزعها على المساهمين، ولا نوزعها على الملاك، ولا نتصدق بها على الفقراء أكل وشرب، وإنما نبني بها مدرسة، نعبد بها طريق حتى نخرج من الشبهة الشرعية الذين يأكلون الربا. لأنه إحنا حاولنا مع البنوك المركزية، يا جماعة الخير لا نريدها، قالوا لا هذا قانون ما يمكن إن إحنا نأخذ عليكم احتياطي وما نأخذش عليكم. يعني على العموم، فالشاهد أنه البنك المركزي يحدد 10%. طبعا البنك التجاري يقول لك أنا ممكن أقرض بنسبة 5%، لكن ما يستطيع البنك التجاري يعبث، لأنه في بنوك تجارية متنافسة كثير جدا. التاجر إذا البنك الأهلي مثلا سيقرض بخمسة مثلا ب يعني لو نزل له 5%، ما فيش حاجة اسمها نزل، لو قلنا مثلا قرض 9% ويريد أن يستفيد مثلا أقل ممكن، في حدوث تنافس بينهم شديد، في الأخير يعود يتفقوا على إيش؟ فارق 1%، 1.5%، خلاص يتفق البنوك التجارية ويتوكلوا على الله. لكن هو قد حصرهم البنك المركزي من خلال إيش؟ السقف الأعلى، فيتفقوا على السقف الأدنى الذي يقضوا به التجار. فهذا بالنسبة لسياسة سعر الخصم. في عندنا نسبة الاحتياط القانوني. نسبة الاحتياط القانوني، البنك التجاري لما يشتغل يجمع 100 مليون ريال، البنك المركزي يقول له هات 100 مليون، عفوا هات 10 مليون 10%. يقول له ليش؟ يقول له شوف أنت الآن ستذهب وتتاجر في 100 المليون، لنفترض أنك خسرت، ما نرجع نقول الناس مهن روحوا بيوتكم ارقدوا، ليش يرجعوا في معهم 10%؟ تمام. طبعا في تحوطات كثيرة جدا في هذا الجانب، والبنوك المركزية تفترض أن البنك التجاري قد يخسر كل شيء، في عمله عدة تحوطات، هذه واحدة منها. البنك التجاري أو البنك المركزي عفوا يضرب عصفورين بحجر، العصفور الأول سياسة نقدية، العصفور الثاني أمان للمستثمرين. السياسة النقدية، في حالة أنه مثلا في حالة تضخم ونحتاج نسحب السيولة، ماذا يفعل البنك التجاري البنك المركزي؟ يخلي نسبة الاحتياطي 30%، فيذهب لعند البنك التجاري، كم عندك هذه السنة؟ كم جمعت من الناس؟ قال جمعت 100 مليون، خلاص سلم 30 مليون احتياطي، يشلها في شوالات ويكدسها في البدروم في البنك المركزي. ليش؟ قال له احنا نشتري نمتص السيولة من الناس في تضخم. هذه سياسة نقدية. العصفور الثاني الذي يستفيده البنك المركزي انه يضمن اموال الناس، يقول لك لو خسرت ال70 اقل شيء نرجع للناس ثلث اموالهم. في حالة ما يكون في ما فيش تضخم، في حالة ركود وانكماش، نحتاج نضخ سيولة في المجتمع، نرفع السماعة ونتصل بالبنك التجاري، كم جمعت من الناس؟ قال جمعت 100 مليون، خلاص اطرح احتياطي 5 مليون والباقي اشتغلوا بها، اقرضوا الناس، وزعوا الفلوس على الناس، خلوها تشتغل، خلوا الركود يتحرك. هذه يسموها نسبة الاحتياطي القانوني. في عندنا بعدين واحدة من هذه يسموها وسائل الإقناع الأدبي. أحيانا يحدث نوع من التضخم الطفيف العاجل، فنقول للناس، نجلس مع البنوك التجارية نقول لهم يا جماعة تعالوا لهنا، وقفوا الإقراض هذا الأسبوع رجاء، يعني لا تقرضوا إلا بإيش؟ للحاجات الضرورية، وعرقلوا شوية على أساس نعرقل السيولة فقط. يقولوا خلاص حاضر، لأنه في الحقيقة في تضخم طفيف، ما نشيش نعمل عليكم الآن احتياطي قانوني، ولا نشيش نرفع سعر الفائدة نكسر مجاديفكم، لكن نحتاج بس لمدة أسبوع وطوا الحنفية، بس حنفية المال نقصوها شوية. فهذا يسمى إقناع أدبي، فيجلس معهم ويشرح الموضوع. طبعا البنوك التجارية ومدراء البنوك التجارية ناس خبراء وعقلاء، ويعني هم مهتمين بالسوق، لو حدث أي تذبذب سيؤثر عليهم. فهنا يحدث ما يسمى بوسائل الإقناع الأدبي. هذه أهم أدوات السياسة النقدية الموجودة عند من؟ عند البنوك التجارية. واضحة تماما إن شاء الله؟ واضحة دكتور، يعطيك العافية. جميل. حنا حيقول لكم ما هو دور السياسات النقدية في المعالجات، شرحت 20 مرة. في عندي فجوة ركودية، وفي عندي فجوة إيش؟ تضخمية. في الركود نوزع الفلوس على الناس، وفي التضخم نسحب الفلوس من الناس. تمام. مدى نجاح السياسة النقدية في معالجة الاختلالات الاقتصادية، لا شك أنها إيش؟ مهمة جدا وأساسية جدا. نصل إلى آخر نقطة في محاضرتنا وفي كتابنا، وهي قضية التضخم. هذا التضخم الذي هو الدوشة الأساسية الذي أدوش الناس في العالم وأدوش البنوك، وأصبح مثل ضغط الدم. تمام. يا يرتفع يا ينزل، يلا كذا آكل ملح قال نقص ملح قال، مشكلة. التضخم باختصار شديد قال هنا، عرفوا بماذا؟ بأنه الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار خلال الفترة الزمنية. يعني لابد من إيش؟ زيادة مستمرة،
في الأسعار بشكل مستمر طويل. أحيانا ترتفع الأسعار تنقص، هذا عرض موسمي، والله مع موسم الموز مثلا يرتفع سعر، ينخفض سعرها، ولما يندر يرتفع سعرها، هذا طبيعي جدا. لكن لما يكون سعر الموز على مدار السنة، سعر الطماطم على مدار السنة، سعر القمح على مدار السنة، وهو قاعد يصعد يصعد يصعد، هذا ما لهش علاقة بالزراعة ولا بالمواسم الزراعية، ولا له علاقة بالعرض والطلب، هذا له علاقة بماذا؟ بالنقد، أنه عندي كمية النقد زادت على المنتجات، أو له علاقة بالمنتجات أن المنتجات ضعفت وأصبح عندي برضو نقص مقابل النقد. يحسبوها من خلال هذه المعادلة البسيطة، لما يطلع لك معدل التضخم للتغير في المستوى العام للأسعار، على المستوى العام للأسعار في السنة الماضية مثلا، والله السنة طلع عندنا مثلا الزيادة العامة 15%، العام الماضي كان مثلا نفترض أنه نسبة الأسعار ثبتت عند 90 مثلا، وبعدين أضربها في المية طلع لي النسبة المئوية ببساطة شديدة. فهنا يقول لك معدل التضخم، البنوك دائما تعرض عن معدلات التضخم بشكل عام في كل بلد، مثلا في المملكة يعلنوا تقريبا سنويا في حدود 2.5% إلى 3%، طبيعي جدا. هذا طبعا أنا لما أفهم مستوى التضخم وأخذها من البنوك المركزية، حتى في دراسة الجدوى، حتى في تجارتي، لما يأتي واحد في بنك من البنوك يقول لك أنا سأعطيكم فائدة 5% أو 4-5%، تقول له والله في الحقيقة هي الفائدة مثلا في المملكة هي 2%، ليش؟ يقول أصلا 3% هذه تذهب نسبة التضخم. في اليمن مثلا نسبة التضخم قد تصل إلى، ما أدري هذه الأيام ما عاد فيش حاجة، لكن ما أدري ربما تصل إلى 200% تقريبا هذه الأيام، أو 100%، والله أعلم كم. يعني صنعاء لها قصة، وذمار لها قصة، وعدن لها قصة. لكن لما تجي نهاية السنة تقول لي والله يا أخي الكريم أنا أعطيني مليون، أنا أعطيك بعد السنة مليون ريال، أقول لك أين بعد السنة مليون ريال؟ نسبة التضخم عندك 100%، معناته كأني ما استفدتش ولا أي ربح، لأنه أنا اشتريت العام الماضي بالمليون ألف دولار، وهذه السنة سأشتري بالـ2 مليون ألف دولار، فكأني أقرضتك $1000 ويعني كان الفائدة صفر. فهذه يعني مسألة التضخم. بس الإشكالية في التضخم، طبعا في عندنا أنواع ما يسمى التضخم الزاحف، وهو الذي يمشي بشكل بسيط ومعتدل. في عندي الجامح الذي يقفز قفزات هائلة جدا، تمام، يصل حدود 100%، تمام. طبعا أشهر الدول التي حدث فيها تضخم، إيران حدث فيها تضخم بشكل مهول جدا، فنزويلا هذه الدولة النفطية حدث التضخم فيها، يعني خلاص الآن انتهت، يعني انتهى الوضع عندهم، الآن أصبحوا يتعاملوا بالدولار. لبنان كذلك، يعني انهارت العملة الوطنية وأصبح ما لها قيمة. إحنا كنا في بداية التسعينات بسبب الطباعة طبعوا فلوس كثير على أساس أهداف سياسية، فتسبب لنا بتضخم وصل إلى حدود 104% في نهاية 94. في عندنا ما يسمى التضخم المستورد، وهو بسبب الواردات من السلع، تأتيني سلع كثيرة أو يحدث لي مشكلة عندي في السلع خارج البلد، فيعمل لي إيش؟ تضخم بشكل أو بآخر. تمام، هنا يعني يقيس التضخم بهذه المعادلة البسيطة، تمام. سلة السلع في سنة الأساس مضروبة في أسعار السنة الجارية، يعني يجيب السلع مثلا هم يجمعوها بالكامل في البنك المركزي ويشوفوا كم سعرها في السنة الأولى، يضربها على السنة الجارية، بعدين يقسمها على سلة السلع في سنة الأساس مضروبة في أسعار سنة الأساس، بعدين في مية طلع لك إيش نسبة التضخم. وببساطة شديدة البنوك تعلن عنها. بس السؤال اللي يحير الاقتصاديين، ما هو سبب التضخم؟ فعندنا 3 نظريات تقريبا، أكثر من 3 نظريات، لكن هي أهمها وأشهرها 3 نظريات. عندي النظرية النقدية، وهي تتكلم إنه الدور المشكلة الأساسية، توماس فريدمان صاحب مدرسة شيكاغو، هذا العالم الأمريكي اللي أخذ جائزة نوبل في السبعينات، هو يقول إن المشكلة الأساسية في النقد، إذا زاد النقد كذا، والحل عنده السياسة النقدية. يعني هو يقول إن التضخم حله عند البنك المركزي فقط، ماليش أي طريقة. وهذه رؤية متطرفة شوية، صحيح أن البنك المركزي له دور، لكن هذه رؤية متطرفة شوية، تمام. في عندي المدرسة الثانية، المدرسة الكنزية، يقول لك لا، الحقيقة أنه زيادة الطلب الكلي، تمام. المشكلة عنده يقول لك زيادة، يعني الناس حدث عندها دخل فبدأت تطلب إيش؟ سلع وخدمات كثيرة جدا،
تمام، فأصبحت تنفق إنفاق كبير، إنفاق استهلاكي أو إنفاق استثماري أو إنفاق حكومي، فهنا حدث عندي زيادة في النقد. فهو يقول لك النقد هو العامل رقم اثنين، لكن العامل الأعمق اللي هو قضية الإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي، هذا الإنفاق هو الذي تسبب بزيادة العرض النقدي في السوق، فحدث عندي التضخم. تمام، والمدرسة التنزية تعطي أهمية كبيرة لقضية زيادة الطلب الكلي، وهذا برضو لا بأس به، يعني هي رؤية مقاربة. طبعا أنت لما تسأل الجماعة أصحاب كنز وإيش الحل في هذا الناحية، يقول لك أنتجوا، فالكنز معتمد على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية. إيش السياسة المالية يا شباب؟ أنه نشجع المشاريع تستثمر على أساس نرفع الكفة الثانية حق المنتجات. يعني إحنا إذا كان عندنا هنا 10 كيلو موز وهنا 10 ريال، في حدوث توازن، لكن اكتشفنا أنه عندنا 5 كيلو موز وهنا 10 ريال، يحدث تضخم. فكنز يقول لك لا، جيب لي 5 كيلو موز، ليش تطبع عملة أو تسحب العملة أو تدخل لي في فوائد؟ تمام، زود لي 5 كيلو موز، زود لي 5 عناصر إنتاجية على أساس يحدث ليش التوازن. وهذه تسمى سياسة مالية. السياسة المالية أنك تدعم المصانع والشركات وتخفض الضرائب على الذي ينتج الموز، أو ترفع الضرائب على الموز الخارجي إلى آخره، يعني سياسة مالية طويلة شرحناها بعضها في المحاضرة السابقة. فهو مركز على الجانب المالي كنز في الحقيقة. احنا نقول له احسنت يا كنز واصبت الراي، لكن السياسه الماليه لا تعمل بسرعه. السياسه الماليه تعمل ايش؟ على المدى البعيد، تحتاج الى 6 شهور، تحتاج الى سنه، احيانا تحتاج سنتين حتى المصانع تتركب وتبدا تشتغل. طبعا الموز تستطيع ان احنا نغرس موزه في 6 شهور ينتج او كذا او شيء، لكن السيارات، المنتجات الطويله كذا، نحتاج الى ايش؟ وقت طويل. فالسياسه الماليه يعني ليست في عندنا هنا نظريه اخرى يسموها النظريه الاحتكاريه في تفسير التضخم. يقول لك بعض التجار هم محتكري الاسواق، أصحاب الموز مثلا هم 3 4 تجار يتفقوا في الأخير يقلصوا الموز، مع أنه مخزون عندهم، في عندهم مثلا، بس خلونا نشوف نموذج آخر غير الموز، مثلا الأثاث. فهم يحتجزوا الأثاث ويحتكروا، في الأخير يحدث كمية قليلة من الأثاث مقابل كمية عالية من المال، فيرتفع السعر، هنا يحدث التضخم. وهنا لابد من محاربة الاحتكار وتشجيع الاستثمار والتنافس، قصة دوشة طويلة. في الحقيقة هذه المدرسة هي ممكن نضيفها على مدرسة كنز، لكنها إيش؟ في هناك مدرسة لاحظوها في العالم الثالث اللي هي الدول النامية، يسموها النظرية الهيكلية في تفسير التضخم. النظرية الهيكلية إيش وجدوا فيها؟ وجدوا أنه أصلا الاقتصاد الدولة على بعضه مسحوق سحق مخربا من أوله لآخره. الهيكل يعني هيكل الطلب والعرض ما هوش صحيح. المعلومات في السوق ما يعني مثلا عندنا في اليمن، يعني المعلومات النقدية ليست بذاك، المعلومات المالية، الجمارك، التهريب، يعني بلد، طبعا أتكلم قبل الحرب، أنا أتكلم قبل الحرب وقبل الأحداث وقبل 2010، أتكلم عن في التسعينات ولا في الألفية ولا شيء، كانت الأمور محصودة عصيد. فالهيكل نفسه الاقتصادي مش هيكل مرتب، يعني لا هيكل التصدير ولا الاستيراد ولا الميزان التجاري ولا المؤسسات المالية تقوم بدور وسيطة. البنوك تجي تحس عندها في البيت 100 ألف في البنك 10 ألف ريال، يعني إيش الاختلال هذا؟ هذا اختلال هيكلي، الأصل أنه كل أموالها في البنك. مثلا تجي هاني عنده مثلا في مثلا في داخل البلد مبلغ ومقترض من خارج مبلغ، تجد مثلا أنه المنتجات الخاصة مثلا بتغريد ولا واحد منكم مثلا معاش مسجلة ولا أي، وكذا تجد اللي التهريب. في الأخير اكتشفوا أنه الهيكل نفسه ماذا إيش؟ مدمر داخل البلد، فلا بد من إعادة بناء الهيكل. وهذه في الحقيقة دراسة حقيقية، لكنه كلها في الحقيقة تعود إلى نقطتين: أموال زائدة ومنتجات ناقصة. طبعا لا تقول شيء أشياء الآثار، الآثار مدمرة على الاقتصاد، لكن المهم جدا عندنا في يسموها السياسة النقدية الانكماشية والمالية الانكماشية، في الحقيقة أفضل طريقة اللي هي الطريقة الثالثة لحل التضخم. يعني العالم لما يريد أن يحل التضخم على المدى الطويل، لابد من مزج بين السياسات المالية والنقدية. لابد النقد يكون عندنا سياسة نقدية، إما نفترض أن في عندنا اليوم حالة تضخم في اليمن، نعمل سياسة نقدية، نسحب السيولة من الناس خلال رفع سعر الفائدة، زيادة الاحتياطي، عملية السوق المفتوحة، الجلسات الأدبية إلى آخره. هذه السياسة النقدية وستحل المشكلة على المدى القريب، يعني تخفف لي منها كثير. لكن على المدى البعيد لابد من سياسة مالية، مثلا أرفع الضرائب على بعض القطاعات، أخفضها على بعض القطاعات، أشجع الاستثمار، أعمل جمارك على بعض المنتجات، أشجع المنتجات البلدية، يعني قصة طويلة السياسة المالية.
قضية التعليم، قضية المنتجات، قضية حاجات كثيرة جدا أمارسها. بعدين خلال سنة سنتين ثلاث يحدث عندي إيش؟ توازن ما بين المنتجات السلع الموجودة والخدمات وما بين النقد على المدى البعيد، وهنا إيش؟ نكون بذلك قد يعني حققنا استقرار اقتصادي. هذه بخلاصة شديدة محاضرة اليوم المتعلقة بالنقود والتضخم. قضية النمو الاقتصادي كآخر واحدة، أعتقد هي واحدة إن شاء الله سهلة وميسورة، تستطيع أن تقفوا عليها وتستفيدوا منها. خلونا اليوم نختم المحاضرة بأسئلتكم، بملاحظاتكم، بإضافاتكم. نسمع منكم إذا في تعليق أو إضافة قبل أن نودعكم ونحن على مشارف هذه المادة. سوري دكتور، سؤال تفضلي. كان سؤال معنا في التجريبي، الحقن يساوي التسريب، في هذه الحالة هل الإنفاق الحكومي يساوي الضرائب؟ شرحت لك في المحاضرة السابقة. بس يعني النقطة هذه، هل الضرائب تساوي في التوازن؟ لا، الحقن يساوي التسريب؟ ليس بالضرورة أن نحصرها في ما اسمه أن الحقن يساوي الضرائب، ليس بالضرورة، لأنه أنا عندي أدوات كثيرة للحقن وعندي أدوات كثيرة للتسريب، ايوه بس فكوني دكتور، أقصد عندنا الحقن عند مثلا 1500 والتسريب عند 1500، أوكي تمام؟ عندنا الاستثمار ثابت جميل بس ارتفع بمقدار مثلا 100، جميل تمام؟ عندنا الانفاق الحكومي 100 وعندنا الادخار 200، لازم اوازن المعادلتين، كيف بوازنهم؟ الا اذا كان الضرائب تساوي الانفاق الحكومي، يعني يكون معانا صادرات واردات، يعني اقتصاد مغلق ما في صادرات ولا واردات، صح؟ بس أنت الآن حصرتها بالضرائب؟ لا، أقول لك خطأ. أنت قد تحقنها بالضرائب صح، لكن لا تقوليش في السؤال هل ما اسمه الحقن يساوي الضرائب؟ تمام، أقول لك لا خطأ. لكن لو أردت أن تعززي مثلا من خلال الحقن بالضرائب، نعم، لأنه في عندي أداة أخرى للحقن. تمام، في عندي أداة أخرى غير الضرائب، اللي هي الاستثمار. ايش؟ الاستثمار، الاستثمار، أيوة، ومعانا الانفاق الحكومي، ومعانا الصادرات. أنا عندي أداتين ماليتين إيجابية وأداتين سلبية، صح ولا لا؟ من أدوات تمام. السياسة المالية. أنا مصدر دخلي اثنين مصادر دخل، إما ضريبة وإما استثمار، صح ولا لا؟ تمام. تمام. ونفقاتي إما تشغيل وإما استثمار. أوكي؟ أوكي. خلاص. أنا الآن لو في تسريب، بغض النظر سبب هذا التسريب، بماذا سأحقن هذا التسريب حتى أخلق توازن؟ من خلال الضرائب ومن خلال الاستثمار، لابد من تمام. الثنتين. خلاص، تمام. فأنا هنا أقول أنه أستطيع أنني أسد التسريب من خلال السياسة المالية الكاملة، من خلال الضرائب والاستثمار. أوكي، أوكي. قد يكون عندي التسريب مثلا 100 فأعمل 80 على الضرائب و20 على الاستثمار أو العكس، ما يهمنيش في الأخير كم الرقم، لكن لابد من الأداتين تحضر. كون أني أقول أنه لا الضرائب فقط، لا. طب ولما إذا ما أعطانا معطى الضرائب في السؤال، وأعطانا مثلا الإنفاق الحكومي، وقال لنا الحقن يساوي التسريب، أنا الحين الضرائب من وين بطلعها؟ بعتبرها إنها إيش؟ مساوية للإنفاق الحكومي؟ لا، هو أنا اللي يهمني بدرجة أساسية، أنا في قضية الحقن، أنا عندي في تسريب الآن، تمام، تسريب 50 مليار، كيف أحقنها؟ أرفع بأي شيء، الضرائب. أيوه، إما أحقنها بالضرائب وإلا أحقنها من خلال الاستثمار، ما عندي مشكلة كجانب عملي، لكن ما نقولش نظريا أن الحقن يساوي التسريب من خلال بالضرائب، أو أن الحقن يساوي الضرائب، لا، هذا هو اعتراضي. إذا جاء بهذه الطريقة فالسؤال خطأ، أقول الإجابة خطأ بغض النظر ماذا كان قصد السائل، لكن أقول له خطأ. لكن هو يقول لي كيف ستحقن؟ أقول له سأحقن بالضرائب، سأحقن بالاستثمار، سأحقن بالثنتين، ما عندي مشكلة. طب يقول السياسة المال، تفضل دكتور. لو جاب لي رقم أنا أسده من خلال رقم معين، لو يقول لي في عندي تسريب مثلا بنسبة 50%، أنا أسدها من خلال 50، عفوا 50 مليار، أنا أسدها ب 50 مليار، بغض النظر أسدها بضرائب أو باستثمار، ما عندي مشكلة. أوكي. طب دكتور، عندنا في الميزانية السياسة المالية المتوازنة لازم يكون الدخل يساوي الضرائب يساوي الإنفاق. الدخل يساوي الضرائب، يساوي الإنفاق الحكومي. هذا بالنسبة للفرد ولا بالنسبة للدولة؟
السياسة المالية، السياسة السياسة المالية المالية، متوازنة السياسة المالية المتوازنة لابد ما يكون الدخل يساوي إيش؟ يساوي الإنفاق الحكومي يساوي الضرائب. كيف الدخل ما كمان كيف الدخل يساوي الإنفاق كيف الدخل أعتقد يساوي الدخل الإنفاق؟ العام، الدخل العام موجودة في الكتاب، إنه الدخل عند يساوي إيجاد يعني الحين مضاعف الميزانية المتوازن، إيش هو؟ عبارة عن جمع ما بين أي مضاعف الميزانية للإنفاق الحكومي ومضاعف الميزانية للضرائب. أيوة أنا عندي الآن في الموازنة العامة لابد أن عندي الدخل اللي هو دخل الحكومة يساوي إنفاق الحكومة، بس هذه الكلمة صحيحة، الدخل يساوي الإنفاق. والله دخل السنة هذه الدولة دخلها في هذه السنة 100 ريال، إنفاقها يكون في حدود 100 ريال. مصادر الدخل أوكي حندخل فيها في التفصيل، مصادر الإنفاق حندخل فيها في التفصيل أوكي. فالدخل عندي لابد ما يساوي إيش؟ الإنفاق. هذه المعادلة الصحيحة تمام. تمام. إيه، لكن لما أقول إن الدخل يساوي الضرائب، لا، ما القاعدة مختلة، أو الإنفاق يساوي الضرائب، لا القاعدة مختلة. أنا عندي في الموازنة لابد إنه إيش، هذا طبعا في العالم لابد أن تكون موازنتين، الدخل يساوي الإنفاق. طبعا أحيانا نخطط في الموازنة بيسمى التمويل بالعجز، هذا طبيعي جدا، نعمل لي عجز 2% 3% 5% طبيعي جدا، هذا نوع من الترشيد للنفقات ومن الطموح وتحريك الركود، له أهداف كثيرة. لكن القاعدة الأساسية أنه الدخل يساوي الإنفاق. أنتم كم دخلكم هذه السنة يا حكومة اليمن ولا السعودية ولا الإمارات؟ قالوا إحنا دخلنا 100 ريال، إذا خلاص أنفقوا في حدود 100 ريال. أوكي؟ أوكي دكتور، العافية، شكرا. إذا في ختام هذه المادة لا يستثنى أن نشكر لكم تفاعلكم واهتمامكم وإثراءكم للمادة من خلال الأسئلة والمشاركة والتفاعل الإيجابي والجيد. أتمنى لكم إن شاء الله فهما مسددا، وأتمنى أن نكون قد أضفنا لكم معلومات تفيدكم في حياتكم العملية، وكذلك سلمنا لكم مفاتيح المادة. موفقين إن شاء الله. ترجمة